قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث. وقتيبة بن سعيد هذا شيخ للكتب، أصحاب الكتب الستة كلهم. قتيبة بن سعيد شيخ لكتب أو لأصحاب الكتب الستة كلهم. عن ليث وهو ابن سعد المصري الفهمي المصري، عن عقيل ابن خالد بن عقيل، عن الزهري محمد المسلم قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني المسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، يلا يا إخواني، إما السكوت أو لزوم البيوت، إما السكوت أو لزوم البيوت. طيب، قال: واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه. كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودمه إلا بحقه، يعني إلا بحق الإسلام. ما معنى حق الإسلام؟ يعني ما جاء في الإسلام من العقوبات التي تكون بالقتل، يعني العقوبات التي تكون بالقتل كالرجم مثلا، أو من قتل نفسا. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه من حقوق الإسلام، هذه من حقوق الإسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من لم يقل لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله عصم نفسه ودمه وماله وعرضه إلا بحق الإسلام. فإذا جاء بعمل يوجب أخذ الحق منه، سواء كان في النفس أو في المال أو في العرض، فإنه يؤخذ منه الحق، فإنه يؤخذ منه الحق. فأبو بكر رضي الله عنه رأى أن من الحق، من حق الدين، أنه لا يفرق بين الصلاة والزكاة، وأن من كان عنده مال فإنه يجب أن يزكي ماله، فإنه يجب أن يزكي ماله. فلما امتنع الناس عن أداء الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. هل كل من منع الزكاة يقتل؟ هل كل من منع الزكاة يقتل؟ ما رأيكم؟ الحديث يدل على أن كل من منع الزكاة يقتل، هكذا يدل الحديث؟ لا، ما يدل على هذا. من متى يقاتل؟ القتال إنما يكون للجماعة الممتنعة عن شعيرة، الجماعة الممتنعة عن عشيرة، عن شعيرة من الشعائر، هؤلاء يقاتلون. ولذلك قال أو كان قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين، ليس كلهم مرتدون، ليس كلهم مرتدون، ولكن منهم من ارتد
ومنهم من منع الزكاة إنكارا لها وأنها إنما تؤدى لمحمد عليه الصلاة والسلام، فإذا مات محمد عليه الصلاة والسلام لا تؤدى لأحد. ومنهم من كان يرى أنها واجبة لكن لا تؤدى إلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فهؤلاء ليسوا كفارا، يعني من أقر بوجوب الزكاة ليس كافرا، لكنه امتنع عن أدائها لأنه يظن أنها لا تؤدى إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مات النبي فإنها لا تؤدى إلى الإمام. فأبو بكر رضي الله عنه قاتل الجميع، قاتل المرتدين وقاتل من منع الزكاة، واجتمع الطائفة على منعه، يعني قوم اجتمعوا على منع الزكاة يقاتلهم الإمام، يقاتلهم الإمام. وتارك الزكاة كافر أو ليس بكافر؟ ها؟ تارك الزكاة إذا كان يقر بوجوبها لكنه تركها تكاسلا، ها؟ ليس بكافر. الصلاة إن تركها تكاسلا مع الإقرار بوجوبها، ها؟ هناك فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الزكاة، ولكن قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين الرجل أو الكفر أو الشرك ترك الصلاة، بيننا وبينهم يعني بيننا وبين من؟ بيننا وبين الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني كان من هؤلاء وليس منا. وقال عمر رضي الله عنه فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالواجب على المسلم أن يصلي، والواجب على المسلم أن يصلي وأن لا يترك الصلاة بأي حال من الأحوال، يجب عليه الصلاة. قال شقيق أبو وائل شقيق بن سلمة الذي تقدم معنا قال أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون ترك شيء من الأعمال، أو لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا إيش؟ إلا الصلاة، يعني من ترك الصلاة كفر، وهذا بإجماع الصحابة، هذا بإجماع الصحابة. وكيف بمسلم يدعي الإسلام ثم هو لا يصلي؟ والصلاة أو تارك الصلاة على قسمين، إما أن يتركها بالكلية لا يصلي أبدا، إما يتركها بالكلية لا يصلي أبدا، هو ينتسب للإسلام لكنه لا يصلي، فهذا كافر، هذا كافر. أو أنه كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وهذا على خطر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر يعني صلاة واحدة إيش؟ فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالواجب على المسلم أن يحرص على الصلاة. ولا أدري كيف يهنأ لمسلم عيش أن يكون ممن اختلف فيه العلماء، هل هو مسلم أو كافر؟ ها؟ كيف يمكن أن يعيش؟ والله ما ندري أنت مسلم ولا كافر، ما ندري، الله أعلم. ها؟ كيف يمكن لمسلم أن يهنأ له بال وهو مختلف فيه؟ ما يدري هو، يعني الناس مختلف فيه، يمكن يكون من أهل النار يمكن يكون من أهل الجنة، يمكن يكون كافر يمكن يكون مسلم. هل ترضى إذا قرأت القرآن في عقوبات الكافرين ولعن الكافرين أن تكون أنت من هؤلاء؟ ما كيف يمكن لإنسان أن يعيش ويستلذ بهذه الحياة وهو قد يكون كافرا؟ ثم أنا أعطيك فائدة مهمة، اختلف العلماء في تكفير تارك الصلاة ليس كذلك؟ هل هو مسلم أو كافر؟ أرأيت لو أن أحدا قال أنا أرجح عدم الكفر ولذلك أنا أترك الصلاة، تقول له يا أخي ليش ما تصلي؟ والله يا أخي ترك الصلاة مختلف العلماء فيها، وأنا صراحة أرى أن ترك الصلاة ليس بكفر. طيب
أرأيت لو أن الحق في هذه المسألة أن ترك الصلاة كفر، هل يسعه أو هل يكون له عذر عند الله أنه ترجح له أن الصلاة ليس أن ترك الصلاة ليست كفرا؟ ها؟ ما يعذره. لماذا؟ تعرف لماذا؟ عندنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، احفظوا هذه القاعدة: الجهل بالثواب والعقاب، الجهل بالثواب والعقاب لا يترتب عليه حصولهما أو عدم حصولهما. الجهل بالثواب والعقاب لا يترتب عليه حصولهما أو عدم حصولهما. أنا أعطيك مثال، ما رأيكم في صلاة الضحى؟ ها؟ صلاة الضحى عظيمة، ليس كذلك؟ لها فضل عظيم. ها؟ أيوة، يعني عبادة. كم يضيع علينا من الوقت بسبب هذه الوشوشات والكلمات؟ خلاص يا إخواني، انتهيتم؟ طيب، إما أن تنتهوا أو أقوم. إما أن تنتهوا ولا أمشي أنا؟ طيب اسمعوا، أشرح لكم هذه القاعدة يا إخواني. ليس من الضروري أن تكون قد كتبت كل شيء، ها؟ أكتب يعني رأس المسألة، ثم إذا انصرفت إلى السكن خذ من أخيك يعني ما فاتك، لن تستدرك جميع ما أقول في المجلس الواحد يعني، فبعضكم يأخذ من بعض حتى لا يضيع لنا الوقت. طيب، أشرح لكم هذه القاعدة. صلاة الضحى فضلها كبير. طيب، لو أنني صليت الضحى ركعتين، هل أنال جميع فضائل صلاة الضحى أو لا أنال من الفضل إلا ما أعلمه؟ جميع الفضائل أنت تصلي، ليس كذلك؟ هل كل فضائل الصلاة أنت تعرفها؟ أنت لا تعرف كل فضائل الصلاة، لكن أي فضل مرتب على صلاة فإنك إذا أديتها كان لك أجر هذا العمل، وكل ما ذكر في فضله فلك أجره. ولذلك جهلك بالفضل لا يمنعك من حصوله، جهلك بالفضل لا يمنعك من حصوله. طيب، رجل سرق مالا، ويعلم أن السرقة حرام، لكن لا يعلم أن صاحبها ملعون، لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. تعرف أن السرقة حرام؟ نعم أعرف أن السرقة حرام، لكن لا أعلم أن صاحبها ملعون. فإذا سرق هل يكون أو هل يترتب على هذه السرقة هذا العقاب أو لا؟ يترتب عليه حتى ولو كان لا يعلمه. فإذا كان تارك الصلاة، ترك الصلاة حقيقته كفر، فلو ترجح عنده درس المسألة، يقول أنا درست المسألة وترجح عندي أن ترك الصلاة ليس كفرا، وكان حقيقة الأمر أن من ترك الصلاة ولو فريضة واحدة كفر. أتعلم أن ترك الصلاة
محرم أو لا؟ يقول نعم أنا أتفق معك أنها محرمة، لكن ليس عندي دليل أنها كفر. فنقول لو كان الأمر عند الله أن ترك الصلاة كفر وأنت تعلم أنها محرمة لكن لا تعلم أنها كفر، فأنت كافر عند الله عز وجل، حتى وإن لم يظهر لك أن تاركها كافر. ولذلك هذا أمر مهم يا إخواني. بعض الناس الآن يقول والله أنا ترجح عندي أن ترك الصلاة ليس بكفر، ولذلك أنا أتهاون في الصلاة. فتقول له أرأيت إن كان الأمر عند الله أن تارك الصلاة كفر أو كافر، هل ينفعك هذا؟ لا ينفعك عند الله. ولذلك يكفي في ترتيب العقاب أن تعلم أنه محرم. إذا علمت أنه محرم، أما ما يترتب على هذا المحرم من حد في الدنيا أو في الآخرة فإن جهلك به لا يمنع من حصوله. لو كان الرجل سرق ولا يعلم أن السارق تقطع يده، فيسرق ويقول لابد أن أقطع يدك، والله يا أخي أنا ما أعرف أن السارق تقطع يده، لو عرفت كان ما سرقت. نقول يكفيك أن تعرف أنها محرمة. تعرف أنها محرمة؟ نعم ما أعرف، لكن ما ظننت أن فيها قطع يد. فنقول جهلك بهذا الأمر لا يمنع من حصول القطع، لابد أن تقطع يدك. نعم. إذن أقول إن ترك الصلاة كفر، وترك الزكاة ليس بكفر، لكن لو اجتمعت طائفة على وامتنعت عن أداء شعيرة، ليس فقط الزكاة ولا أي شعيرة، اجتمعوا على ألا يؤذنوا، قالت طائفة من الناس نحن لا نؤذن، يقاتلون على ذلك، عرفنا؟ فكل ما اجتمعت يعني فإن اجتمعت طائفة على إنكار شريعة أو على عدم العمل بشعيرة من الشعائر فإن للإمام أن يقاتلهم على ذلك. وهنا موطن الشاهد قول أبي بكر رضي الله عنه كانوا يؤدونه إلى رسول الله، بما أنهم كانوا يؤدونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه منهم، إذن يجب على الإمام أن يطلب الزكاة من الناس. كل من كان عنده مقدر على الزكاة وعنده مال زكوي وبلغ النصاب وتحققت الشروط فإنه يجب أن يدفعه للإمام، والإمام مسؤول عن جمع زكاة المسلمين، مسؤول عن جمع زكاة المسلمين. قال هنا قال ابن بكير يعني عبد الله بن بكير وعبد الله عن الليث عناقا يعني بدل عقالا، العقال هو الحبل الذي يربط به أو تربط به الدابة، وهنا قال عناقا وهو صغير البهم، الجفرة الصغيرة، هذا يسمى عناقا. فيقول هنا لو كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا المقدار اليسير ومنعوني منه لأقاتلنهم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منهم، والواجب اتباع وواجب على الإمام أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا موطن الشاهد من هذا الحديث. نعم. حدثني سعيد قال حدثني نوح عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عبدين يونس بن حسن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحبي بن قيس بن حسن فكان من النفر الذين بدنيهم عمر وكان يواه أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عمرنا بن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن ليعينا فلما دخل قال يا ابن المطلب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بعينه. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به فقال الحق يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو واقم بالعفو واعرض عن الجاهلين.
فإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، فكان وقوفا عند كتاب الله. نعم. قال حدثني إسماعيل وهو ابن أبي أويس، قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني ابن مسعود أن عبد الله بن عباس قال قدم عيينة بن حصين ابن حذيفة ابن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصين، وكان من النفر الذين يدنيهم، يعني كان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر، يعني كان الحر من القراء، وكان عمر يدني القراء من مجلسه ويقربهم إليه، وذلك لأنهم أهل علم، وكون الإمام يقرب العلماء هذا مما يعينه على الاسترشاد وعلى السداد وعلى الصواب في الحق. قال كهؤلاء كهولا كانوا أو شبانا. الكهولة يعني هي من الأربعين، يبدأ سن الكهولة أو بعد الأربعين بقليل يبدأ سن الكهولة، وما قبلها فإن هذه مرحلة الشباب. قال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه، يعني منزلة ووجاهة ومكانة عند هذا الأمير، يعني عند عمر رضي الله عنه، فاستأذن لي عليه، يعني أطلب الإذن أن أدخل عليه. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة، فلما دخل يعني لما دخل عيينة على عمر رضي الله عنه قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل، يعني الكفاية، والله ما تعطينا الجزل يعني الكثير والمال الكافي والوافي، وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، لأن عمر رضي الله عنه كان يقوم بذلك، وليس لأحد أن يتهم من كان يقوم بالعدل أنه لا يعدل، وعمر رضي الله عنه أراد أن يبطش به حتى لا تذهب هيبة السلطان، فلا يؤذن لأحد أو فلا يؤذن لكل أحد أن يتكلم على الحاكم والسلطان، فإذا تكلم على الحاكم والسلطان والناس قد اعتادت على ذلك ذهبت هيبة السلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض، السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، يعني كونك تكرم السلطان وتبين مكانته وتحث الناس على السمع والطاعة له هذا من إكرامه، وإذا أكرمت الإمام أكرمك الله عز وجل، وإذا أهنت السلطان أهانك الله عز وجل، إذا أهنت السلطان أهانك الله عز وجل. ولذلك لا يجوز الإنكار على الإمام والحاكم علانية، لا يجوز أن تنكر عليه علانية، لأن الإنكار عليه علانية يفسد ويذهب هيبته، يذهب هيبة هذا السلطان. فالواجب على المسلم أن يكون مكرما لإمامه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال إن من وظيفة العلماء وطلاب العلم جمع كلمة الناس على إمامهم، هذه وظيفتك يا طالب العلم، لأن جمع كلمة الناس على الإمام فيه صيانة للبلاد والعباد من الفتن. أما إذا كنت ممن يسعى في المظاهرات ويسعى في الخروج على الحاكم وقتال الحاكم فأنت ممن تسبب في الفتنة وتسبب الفتن،
وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تجد من علماء الإسلام، يعني العلماء الربانيين، لا تجد من علماء الإسلام من يسعى في الفتن أبداً والخروج على السلطان، ما يمكن تجد هذا. ابحث وانظر تجد أن علماء المسلمين العلماء الربانيين يسعون دائماً إلى إخماد الفتن، لأن الفتن إذا انتشرت في البلاد فإنه يضيع الحق بين الناس، لا تدري القاتل من المقتول، ولا تدري القتل فيما يكون، ولا يدري المقتول فيما قتل. الناس يأكل بعضها بعضا وينهب بعضها بعضا ويستولي بعضها على بعض. نسأل الله أن يحمي البلاد. يعني لو أرأيت لو كانت هذه البلاد ليس فيها حاكم وليست عليها سلطة، ماذا سيفعل الناس بالناس؟ ها؟ لعل في التاريخ، يعني في السنوات التي سبقت، لعلكم كنتم تشاهدون أشياء من هذا، ومن حولكم كان يشاهد أو كنتم تشاهدون أمثالاً وأمثلة على ما كانوا عليه من أن القبائل كان يقتل بعضها بعضاً ليس على شيء، وإنما على ثأر قديم أو على دنيا يسيرة أو على لا شيء، وإنما هي شهوة القتل والانتقام والجبروت والظلم بس فقط، يقتل الناس بعضها بعض. هناك فتن حدثت في دول أفسدت أيما إفساد، أحرقت البلاد والعباد، ونحن نرى هذا في دول حولنا. انظر إلى حال سوريا وإلى حال العراق، كانوا يتكلمون في صدام وأنه كان ظالم، ماذا حصل الآن؟ منذ أن قتل صدام إلى يومنا هذا والأمر من سيء إلى أسوأ، ذهبت مقدرات البلاد وليس فقط الأموال، بل ذهبت الأعراض والأموال والأنفس والبيوت. أما سوريا فقد احترقت احتراقا كاملا، كانوا في عيش رغيد، كانت عندهم تجارات وعندهم علم وعندهم طب وعندهم خيرات وعندهم فواكه، كانوا في أمن. يمكن الحاكم كان يؤذيهم، لكن يؤذي أفراد، عدد السكان كذا وقدره، والذي كان يؤذى 100,000 فقط. أما الآن فانظر إلى الملايين المملينة من المشردين، غير الذين قتلوا، غير الذين اختفوا ولا يدرى أين هم، تهدمت عليهم بيوتهم، هو جالس في بيته وإذا بقنبلة تأتي إلى البيت فتقصفه، يذهب الرجل ليأتي بالطعام إلى أهله فلا يجد أهلا ولا يجد بيتا. من منكم يريد هذه الحال؟ من منكم يريد هذه الحال؟ ليأخذوا جميع الأموال، المهم أن نسلم. الآن تخرج، جئت إلى هذا المسجد، هل أحد منعك من الدخول لهذا المسجد؟ هل الدولة قالت لا تجتمعوا في المساجد؟ ما منعوكم من الدخول؟ تدعون إلى الله ولا ما تدعون يا إخواني؟ في مشكلة في الدعوة إلى الله؟ ما في مشكلة في الدعوة إلى الله، احمدوا الله أنتم على خير عظيم. يوجد من الدول من لا يمكن الإنسان فيها من الصلاة، من لا أو ما لا يسمع فيها من الأذان، ما يمكن تسمع الأذان، اذهب إلى بلدان كثيرة من بلاد الشرق والغرب ليس فيها مساجد أصلا. دولة فيها أو مدينة فيها أكثر من 40 مليون نسمة لا يوجد فيها مسجد واحد. دولة أخرى قريبة من دولتكم، يعني في العدد عدد السكان 210 مليون، تعرفون عدد المسلمين كم؟ عدد المسلمين 1.5 مليون، أقل من 1%، أقل من 1%. والمساجد لا شك أنها ستكون أندر من النادر، يعني يمكن المدينة كاملة ليس فيها إلا مسجد واحد. فاحمدوا الله على ما أنتم عليه، هذا مسجد، وبعد كيلو متر أو كيلوين هناك مسجد،
وهنا مسجد وهنا مسجد، والناس تجتمع وتصلي وتقرأ القرآن وتذكر الله، والدعوة قائمة وطلب الرزق قائم، والناس تتعلم، والناس بخير تتزاور، تخرج من بيتك ولا تضع على بيت باب بيتك إلا غطاء من القماش. نعمة كبيرة يا إخواني، نحمد الله على هذه النعم. فلا تفسد بلدك بيدك، ولا تسمح لأحد أن يوقع فتنة في بلدك. كونوا أنتم أعوان السلطان على مثل هؤلاء، لأن المسألة لا تعود إلى سلطان، وإنما تعود إلى مجتمع بأكمله، إلى سلامة مجتمع بأكمله، مجتمع تقام فيه الصلاة وتقام فيه شعائر الإسلام، يتمكن الناس من العلم ومن العمل ومن الدعوة ومن طلب الرزق ومن الحياة الرغيدة، تنام أن تسافر وتأمن على أهلك في بيتك. والله إنها لنعم. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. أنتم ملوك، صحيح، أنتم ملوك. إيش عند الملك إلا هذا الذي أنتم عليه؟ عنده ما شاء الله قصور، هل يستطيع أن ينام على أكثر من سرير؟ لا يستطيع. عنده 1000 ثوب، هل يستطيع أن يلبس أكثر من ثوب على جسده؟ ما يستطيع. أنت لو عندك ثوبين تغسل ثوب وتشتري وتلبس ثوب. عنده 100 خروف، كم سيأكل من 100 خروف هذه؟ لا يأكل منه إلا 0.5 كيلو. وبعضهم مريض مسكين ما يأكل إلا جبن، صحيح ليس كذلك؟ بعضهم عنده أموال كثيرة لكن مسكين، هو نباتي لا يأكل إلا نباتات، لا يأكل إلا الخس والبندورة وأشياء من هذه. إذن يا إخواني، كل ما ترى إنما هو زخرف، المهم أن تكون آمناً معافاً، تأكل ما يشبعك، هذا أهم شيء، أنت وأولادك. الإمام أحمد رحمه الله كان يعطيه السلطان أموال ويمتنع ما يأخذها، لأنه يخشى أنه إن أخذ من السلطان أجبره السلطان على القول بما لا يرضى من إيش؟ من المعتقد، فما كان يرضى. فأصر عليه ابنه صالح، يعني كان السلطان يأمر صالح ابن الإمام أحمد لما يرى من قلة ذات يد الإمام أحمد، فجاء صالح وأخذ يحاول مع أبيه حتى أخذها يومين، أخذ المال وضعه تحت الفراش. فلما جاء بعد فترة، طبعا صالح فرح والسلطان فرح أن أحمد أخذ منه شيئا، فبعد سنة أرسل له السلطان مالا، وجاء صالح يحاول مع أبيه وقال خذ هذا، فقال يا بني، وأخرج له السرة التي أخذها في السنة الماضية، هذه سرتكم. ثم قال طعام دون طعام ولباس دون لباس حتى نبلغ المنزل. نحن عندنا هدف نسير عليه، ليس من الضروري أن آكل كل ما لذ وطاب، وليس من الضروري أن ألبس جميل الثياب، ولكن المهم أن أسير إلى الله عز وجل سيرا صحيحا حتى أبلغ إلى المنزل. نحن منزلنا فين؟ منزلنا الجنة، ولكننا سبي العدو، يعني الشيطان هو الذي أخرجنا من هذه الجنة، فنحن نسعى إلى أن نصل إلى هذه الجنة، نتخفف من الدنيا بقدر ما نستطيع حتى لا تثقلنا عن الآخرة. ولا يعني هذا أنك تقول من اليوم أنا لا أكل إلا الخبز والماء فقط، لا، لكن المهم أن لا يكون هذا الأمر في قلبك ولا تسعى إليه،
ولا تنصرف به عما جعلت له، ولا سيما أنت يا طالب العلم، فأنت طالب العلم قد أمرت بتحصيل العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهنا يقول فكان عمر رضي الله عنه يقرب أمثال هؤلاء القراء، فدخل حسين على عمر بن الخطاب ثم أغلب عليه في النصيحة وقال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل يعني الكثير من المال مما يكفينا وما تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، يعني عمه هذا من الجاهلين، هذا الحر يقول يريد أن يشفع لعمه عند عمر رضي الله عنه حتى لا يبطش به، وإن هذا من الجاهلين. موطن الشاهد قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. هذه صفة عمر رضي الله عنه، ما أعظم أن يقف الإنسان عند الحق حتى وإن كان بضد ما يهواه وتهواه نفسه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تكلم مصطح في عائشة رضي الله عنها وتكلموا في عرضها وأخذ يردد ما كان يقوله المنافقون، فكان مصطح ممن سعى في الفتنة وفي عرض عائشة رضي الله عنها، فأنزل الله عز وجل القرآن بتبرئة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن والديها. وكان أبو بكر يغدق وينفق على مصطح فأمسك، يعني عقوبة له، كيف أنا أنفق عليك وأحسن لك ثم تنال من عرضي، الواجب أنك تسعى في الإحسان لمن أحسن إليك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه، المفترض أنه إذا أحسن إليك أن تحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فأمسك أبو بكر رضي الله عنه على الإنفاق عليه، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر بلى نحب أن يغفر الله لنا، فرجع أبو بكر فأعاد له نفقته وزيادة. هذا الوقوف عند كتاب الله عز وجل، فإذا ذكر العبد فليتذكر، وكما قال ابن القيم رحمه الله ليس بين القلب السليم، انظر إلى هذه العبارة، عبارات عظيمة من كلمات السلف وأئمة السلف وأتباع السلف، قال ليس بين القلب السليم وبين العمل بالحق إلا أن يعلمه، ليس بين القلب السليم والعمل بالحق إلا أن يعلمه، فإذا علمه عمل به. إذا بلغتني الآية وإذا بلغني النص وإذا بلغني الحديث فأنا أعمل به حتى وإن كنت أقول غير ما دلت عليه الآية، إذا كنت أقول شيء ثم جاءني النص بهذا بخلاف هذا الشيء ماذا أفعل؟ أترك قولي وأفعل ما دلت عليه النصوص. Thank you.
حتى ينتهوا من الكلام. مشكلة كل ما ذكرنا فائدة تشتغلون بكتابتها ويلقن بعضكم بعضها. أعد لما سمعت أنا وأنا أعلق على هذا الموقف والوقت يذهب. طيب أذكر لكم قصة عن مالك رحمه الله. يقول عبد الله بن وهب الذي مر معنا في الأحاديث، يقول عبد الله بن وهب: كنت في مجلس مالك وكان يسأل عن تخليل الأصابع، كان يسأل عن تخليل الأصابع، فكان لا يفتي به، لا يفتي بتخليل الأصابع في الوضوء، يعني ما بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل الأصابع. يقول: فلما انتهى الناس، انظر كيف الأدب، أدب الطالب مع شيخه، قال: لما انتهى الناس، مو في المجلس: يا شيخ كيف تقول كذا، أتعرف السنة يا شيخ؟ ما كان يقول هذا، وإنما سكت عبد الله بن وهب حتى فرغ الناس، راح الناس، خرج الناس، وقال: يا إمام، إن عندنا في ذلك سنة. عبد الله بن وهب مصري من مصر، ومالك من أهل المدينة. قال: إن عندنا في ذلك سنة. ثم ذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا خلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال عبد الله بن وهب: فرأيت مالكا يفتي بعد ذلك بهذا الحديث. ما قال هذا الشيخ لتلميذه: وما أدراك، أنت طالب علم وأنا شيخ، أنا أكبر منك سنا وأعلم منك، هل تظن أنني أجهل هذه الأحاديث؟ ما قال هذا. الحديث فوق كل شيء، وإذا كنت تريد الحق، وإذا كنت عالم هدى، فإن همك الدعوة إلى الله، ليست الدعوة إلى النفس. ولذلك ما أحقر النفس عند الحق، احتقر نفسك عند الحق. إذا جاء الحق فقدم الحق على النفس، ولا تقل: والله الناس ترى أنك لست بشيء، أو أنك لست بعالم، ليقول الناس ما شاءوا، لأن يكون الناس خصمك يوم القيامة أحب إليك من أن يكون خصمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تترك الحق وقد تبين لك؟ فعلى كل حال، عمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله، وهذا موطن الشاهد من هذا الأثر للباب وللكتاب. فإن الوقوف عند النصوص هذا هو المتعين على المسلم، أن يقف على النص وعند النص وعندما حكم عليه النص، وألا يتقدم أو يتأخر، طيب، وإنما يفعل ما أمر به. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت في رأسها: أن نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقام حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء:
فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجابناه وآمنا، فيقال ثم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر، وفاطمة تروي عن جدتها، أسماء جدة فاطمة بنت المنذر، أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها حين خسفت أو خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي. وهذا فيه أن الخسوف إذا كان الخسوف أو الكسوف إذا خسف القمر أو كسفت الشمس، ويصح أن تقول إذا خسفت الشمس وكسف القمر، فالكسوف أصله للشمس والخسوف للقمر، لكن اللفظان يصح إطلاقهما على الأمرين. فهنا يقول ففيه أنه يستحب الصلاة إذا حدث الخسوف أو الكسوف. فقامت عائشة رضي الله عنها تصلي والناس يصلون، فقلت ما للناس، يعني ما هو خطبهم، ما الذي حصل، فأشارت بيدها نحو السماء، يعني انظري إلى السماء، فقالت سبحان الله، يعني قالتها تعجبا لما رأت من خسوف أو كسوف الشمس. فقلت آية، يعني هذا شيء غريب وأمر يستعجب له وهو عظيم. فقالت فأشارت برأسها النعم. طبعا لا يجوز أن يتكلم، والكلام ممنوع في الصلاة، منع الكلام في الصلاة لما نزل قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة يقول وقوموا لله إيش قانتين، وقوموا لله قانتين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. وهذا يدل على وقوع فتنة الدجال وعلى فتنة القبر، ونحن نستعيذ بالله جل وعلا كل صلاة من هذه الفتن، من الأربع، من الفتن الأربع، اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبر، ومن فتنة الدنيا. نعم، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال، هذه الأربع نعوذ بك من هذه الأربع. وقد رأى بعضهم أن هذه الاستعاذة واجبة في الصلاة، أن هذه الاستعاذة من هذه الأربع واجبة في الصلاة. قال هنا فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. من القائل؟ القائل فاطمة، لأنها هي التي سمعت هذا الحديث من أسماء. قالت فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، وهذا موطن الشاهد من الحديث. سمى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه هو الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأجابه في دعوته. فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب، يعني ضد هذا هو المنافق والمرتاب الذي لم يؤمن ولم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمحمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا. والمنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء،
يعني القائل هي فاطمة فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني لم يؤمن ولم يجب، لم يؤمن ولم يجب. وهذا لا شك فيه فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بالكتاب والسنة، فلا نجاة للعبد إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الحق والوحي وهو الكتاب والسنة. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. باب ما بس كفي يعني حسبك. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو ابن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم، يعني ذروني ما تركتكم، يعني خذوا بما ذكرت لكم، خذوا بما ذكرت لكم ولا تكثروا السؤال والاختلاف والمعارضة، وإنما عليكم بالامتثال. والمقصود بالسؤال هنا السؤال الذي لا يقصد منه العمل، وإنما السؤال الذي يراد به ترك العمل. يعني بعض الناس يسأل لا لأجل أن يعمل ولكن يسأل لأجل أن يجد رخصة، مثل حال بني إسرائيل. بنو إسرائيل أمرهم الله عز وجل بذبح إيش؟ بذبح بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب هل سلموا؟ لو أنهم أخذوا أي بقرة وذبحوها لقد أدوا ما أمروا به، ها؟ فلم يرضوا أو لم يمتثلوا، وإنما حاولوا وبحثوا حتى لا يعملوا، فقالوا وسألوا ما لونها، ها؟ فلما أخبرهم باللون قالوا والله اشتبه البقر علينا، تشابه البقر علينا، ما ندري والله نأخذ هذه ولا هذه، مع أنهم ذكر له لونها، لكن أرادوا أن يهربوا من هذا الأمر. يعني هذه الأسئلة لا يراد بها العمل وإنما يراد بها الهروب من العمل. تقول يا أخي يعني يجب عليك أن تفعل كذا، طيب والله يا شيخ يعني مثل ما قيل لي أبي هريرة، قيل لما أو عمر ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر أن هدي أن من صفة الطواف أن تستلم الحجر، قال أرأيت إن زحمت يعني زاحمني الناس على هذا، هو يريد منك فتوى أنك تقول إيش لا تفعل لا تتقدم. فقال دع أرأيت باليمن، ها؟ المهم أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأمر يعود إلى إيش؟ إلى الاستطاعة. معلوم أن الأمر يعود إلى الاستطاعة، فإذا استطعت العمل فاعمل، وإذا منعت من العمل فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن بعض الأسئلة لا يراد بها العمل وإنما يراد بها ترك العمل، ولهذا كانت هذه صفة بني إسرائيل كما حكى ربنا تبارك وتعالى عن قصة أصحاب البقرة، قال إنما هلك
من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني خالفوا الأنبياء وأكثروا السؤال لأجل ألا يعملوا ولأجل ألا ولأجل أن يعارضوا الحق الذي جاءت به الأنبياء. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، الأمر واضح، نهيتكم لا تفعلوا، أمرتكم افعلوا، وإذا أمرتكم قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ انظر إلى هذه الأسئلة، أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذروني ما تركتكم عليه، وقال: ذروني ما تركتكم عليه، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولهذا يا إخواني، إذا أمر عز وجل بأمر فلا ينبغي إحداث، إذا أمر الله عز وجل بأمر مطلق فلا ينبغي إحداث قيود لم يأتي اشتراطها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عليك طيب. قال: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني. ما يكره من كثرة السؤال، وهذا من المناسبة كما ذكرنا البخاري يهتم بالمناسبات، فآخر حديث هو في أي شيء؟ آخر حديث في الباب قبله والباب ما هو؟ ما هو الباب؟ الاقتداء، أليس كذلك؟ باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما يدل على وجوب الاقتداء وثوابه. طيب، ثم ذكر هنا ما يكون سببا لترك العمل بالكتاب والسنة، ولذلك قال: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني، لأن كثرة السؤال والتكلف سبب لترك العمل بالكتاب والسنة، لأن كثرة السؤال والتكلف هي سبب لترك إيش؟ لترك العمل. ولذلك أعقب الباب السابق بهذا الباب حتى يبين الأسباب التي تعيق عن العمل بالكتاب والسنة، ومن أعظمها التكلف والغلو وكثرة السؤال الذي فيه تعنت، ليس السؤال الذي يراد به المعرفة والعمل، وإنما يراد به التعنت كما سيأتينا إن شاء الله. ولذلك كان السلف يكرهون المسائل، كان السلف يكرهون المسائل التي لا يراد بها العمل وإنما يراد بها التعنت. قال عبد الله بن عون الذي مر معنا سابقا، قال: سألت نافعا عن قول الله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: لم تزل كثرة السؤال منذ قط تكره، يعني هي مكروهة من قبل، لم تزل المسائل وكثرتها مكروهة. ولذلك فإن كثرة السؤال مكروهة إلا ما كانت على سبيل أو ما كان يراد به العمل، ما كان يراد به العلم لأجل العمل، أما الذي يراد به التعنيت سواء كان المشقة على المسؤول ليبين جهله مثلا، بعض الناس يطلب أو يسأل ليبين أن الشيخ جاهل ويبين أنه ما شاء الله عنده من المعرفة والعلم ودقيق المسائل ما لا يعلمه الشيخ، كأن المسألة هي فرد عضلات الشيخ. بعض الناس هذا هدفه، يريد احتقار المسؤول، وهكذا أرادت اليهود في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أيد نبيه، وهذا كما ذكرنا هو من باب السؤال
الذي لا يراد به العمل، من باب السؤال الذي لا يراد به العمل، وإنما هو سؤال لأجل التعنت والإشقاق على المسلمين. ولا شك أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الشرع لا يزال أمته عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. وكان يقول إن أحب الأعمال، إن أحب الدين عند الله عز وجل أيسره. كان يقول إن أحب الدين عند الله أيسره، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فكان يكره أن يسأله الصحابة عن شيء فيحرم هذا الأمر بسبب هذا السؤال، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته، من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته، لأنه إن حرم فقد يشق على الناس تحريمه، فقد يشق على الناس تحريمه، وإذا حرم وجب على المسلم أن يمتثل، إذا أمر به أو حرم عليه وجب على المسلم أن يمتثل، ويخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق على أمته، ولذلك كان يخشى هذا الأمر، ويقول: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسببه، فحرم بسببه. وكذلك الذين يسألون بعض العلماء عن أشياء دقيقة في أحوال الناس فيفتي الشيخ بالتحريم، لأن الشيخ ليس له إلا أن يقول بظاهر النص، وقد يكون في الأمر سعة عند الأمر يعني بين المسلمين، لكن الناس يضيق بعضهم على بعض بمثل هذه المسألة، الناس يضيق بعضهم على بعض بمثل هذه المسألة. يعني لو أن جارا وضع ماء عند الباب، طيب، فيأتي رجل فيسأل الشيخ: يا شيخ، هل يجوز لي أن آخذ من مالي من ماء جاري، مع أنه تكلف في شرائها في شرائه، ها؟ ويأتي بقيود حتى يخاف الشيخ، مع أنه تكلف في شرائه ولا يأتي إلا من مكان بعيد يا شيخ، وهذا الرجل يعني يأخذ منه بدون استئذان، أنا الشيخ ماذا سيقول؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، ها؟ فيأتي فيقول الشيخ: لا، ما يجوز له، فيضيق هذا على الجيران ويضيق هذا على الناس، مع أن الأمر في سعة، والجار يعرف أن جاره يأخذ من مائه، لكن يشرب ما شئتم، فينتهي هذا الماء الذي يشرب يأخذه بالأموال، يشتري ما شاء الله ماء كثير ويضعه عند البيت يعني حتى جاره يستفيد. فإذا سمع الناس أن هذا الماء سبيل أنهوه في ليلة واحدة، بل في ساعة واحدة، فضيق على صاحب الماء وضيق على الجار. بعض الأسئلة هي من دقائق الأمور التي لا ينبغي التنقيب فيها، التي لا ينبغي التنقيب فيها. يعني رجل يسأل: يا شيخ، والله هناك نور يأتي من بيت جيراننا، هل يجوز لي أن أقرأ في الكتاب من زوجة اليوم ما طبخت له؟ أولاده والله أشقياء، أنا ما أدري كيف هذا الجار يعيش مع هذه الزوجة، لا أدري كيف لا يربي أولاده، ما شاء الله كل يوم وأنت تأخذ من لحمه وصلات وليس وصلة واحدة، ثم تأتي الشيخ وتقول: نور الجار هل يجوز لي أن أقرأ من فيه أو لا، أن أقرأ به أو لا؟ ما هذا الورع؟ ما شاء الله تبارك الله. فأقول إن بعض الأسئلة فيها تعنت، إن بعض الأسئلة فيها تعنت وفيها إشقاق على المسلمين، إشقاق على الشيخ وإشقاق على المسلمين، وإشقاق على المسلمين. فمن هذه أسئلة كثيرة، يعني لا أريد أن أذكر يعني أمثلة حتى لا تأخذوا أنها جائزة فتورطوني في مثل هذه المسائل، لكن يترك مثل هذا لحال الشخص
وما يرى أنه في حاجة إليه وما لا يرى وما يرى أنه ليس في حاجة إليه. لكن التدقيق في مثل هذه الأمور مما يسبب أو ينتج عنه إنتاج حكم أو إظهار حكم تكون فيه مشقة على المسلمين. فليس الأمر خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تلك الأسئلة التي تحرج الناس لا ينبغي سؤالها، لا ينبغي سؤالها، ولا سيما فيما دق من الأمور التي جرت العادة التسامح فيها، جرت العادة التسامح فيها. نعم. إذن موطن الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ موطن الشاهد من هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طيب ماذا في ذلك؟ يعني أن هذه الأسئلة كانت بسبب التكلف الذي قد يمنع عن العمل، لأن الأمر الشاق لا يستطيعه كل أحد، ومن لم يعمل فإنه سيحاسب، من لم يمتثل لهذا الأمر أو لهذا النهي فإنه سيحاسب على ذلك. فكان هذا الذي ظهر فيه التشدد والغلو والذي يكون عادة سببا لترك العمل. نعم. نعم. أحسن عليكم وجزاكم الله خير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق أخبرني حفصان. طيب، حتى نسهر في الليل لا يجي واحد يقول أنا جيعان، ها؟ إذا قلت أنا جيعان هذه مشكلة. اليوم كله جيدا حتى نسهر، نأخذ فقط نصف ساعة أو ساعة زيادة حتى ننتهي من الكتاب. اشبعوا من العلم، كلوا علم، ها؟ لا تأكلوا تفاح. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.